هذا يسأل يقول: رجل كان جالسا، كان جالسا فلما فرغ الإمام من الفاتحة قام وكبر صلاته، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، إذا كبر ولو بعد قراءة الفاتحة للإمام فصلاته صحيحة، لكن فرضنا أنه جاء ولا أدرك إلا الركوع مع الإمام، يركع مع الإمام وصلاته صحيحة ويكون مدركا للركعة ويسقط عنه القيام لأنه لم يدركه. أما إنسان جالس ولا قام إلا لما ركع الإمام، هذا ما يجوز، لأنه ترك ركن القيام، ترك ركن القيام، ألا يجوز له هذا، ولا تصح إنه يجلس ولا يقوم إلا إذا كبر الإمام راكعا كبر وركع معه، ألا فاتت في الركعة لأنه لم يدرك القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، وقد قدره العلماء لأن أقله قدر قراءة الفاتحة، قدر قراءة الفاتحة. نعم.